بالنسبة، هل يمكن أن تحدث اضطرابات قادمة في مصر كسالفتها؟ لا أظن، لأن الناس جربت وعلمت أن الاضطرابات تترتب عليها مفاسد عراض. الناس أحيان كثيرة لا تحركهم الأدلة والنصوص، ولكن تحركهم المفاسد التي رأوها والمصالح التي ضيعت. فأظن أن الناس لن يجرؤوا على ذلك الأمر مرة ثانية. يعني يقول لك يا عمي إيه، يعني الكلب النباح ولا السبع اللي راح. فاهمين المثل ده؟